عليكم. اليوم نكمل المضارب evaluation of solution. evaluation of الاكزير. الاكزير ما قلنا الاكسير هو محلول للتذكير انه clear sweetener hydro alcoholic solution، بالتالي هو هيدرو الكحول، يحتوي على الكحول، يحتوي على الووتر وسويتني، يحتوي على في شيء محلي intended for oral use. اذا هو للاورال يوز، بالتالي لازم الطعم ما يكون مقبول وطيب. هذا سلفنا عليه بالمحاضرات السابقه. الايفالويشن بارامتر، طبعا احنا من الايفالويشن بارامتر، بارامترات هواي، اكو بارامترات تخص السوليوشن بصوره عامه، بارامترات تخص السيرب ممكن نستفاد منها هنا بالاضافه الى البارامترات ديترمينيشن اوف الكحول كونتنت. ليش؟ لانه بنسبه الكحول عندنا بالاكزير هي تقريبا 10 الى 40%، وبالتالي احنا لازم نحدد انه ايش قد الكحول كونتنت وفيسكوستي ميجرمنت، انه مقياس السعله اللزوجه او الثخن مالته، ايش قد الثخن مالته. عندنا الديترمينيشن اوف الكحول كونتنت، ايش قد نطلع او تركيز الكحول او اللي هو عاده يكون من 10 ل 40%. الاكزير يوزولي كونتين 10 to 40% اوف الكحول، لان هاي ال 10 ل 40% لازم شلون نقيسها وشلون نطلعها. determination of alcohol unless otherwise specified in the individual monograph. طبعا اذا اكفت طريقه خاصه، اكفت الطريقه العامه اللي تعتمد على specific gravity، الكثافه النسبيه. اذا ما اكفت طريقه خاصه يعني الكحول، مثلا مع بعض الكحولات المعينه تتغير كثافتها بانديكيتر معين، العفوا الحجم يعني مالتها وكميتها، نقدر نقيسها بانديكيتر معين. يعني شلون نقيسها؟ مثلا اذا موجود 5% منها كحول، فرضا 5% فد انديكيتر او فد فاكتور ثاني يتفاعل ويا 5%، ونقدر نحسب ذاك الفاكتور ايش قد. يعني مثلا خمسة مثلا اذا عندنا 100 مول، 5% منه خمسة مول، وبالتالي 5 مول يتفاعل ويا مثلا 5 مول من المادة بي اللي تتفاعل ويا الكحول. وهاي الخمسة اذا صار عندنا خمسة مثلا عرفنا انه 5 كحول، اذا 6 معناها 6%، 10 10%، وهكذا نعرف كمية الكحول او كمية المادة اللي تتفاعل ويا الكحول، وبالتالي نعرف كمية الكحول. After which the temperature of the elixir is adjusted and the alcohol content determined from the specific gravity. إذن الكثافة النسبية، الكثافة النسبية شنو هي؟ density أو الكثافة المادة على كثافة المي، عدد كثافة المي 1. ليش؟ لأنه وزن المي للحجم المي يكون 1 إلى 1، بالتالي كثافته 1، بالتالي الكثافة النسبية تكون يعني ممكن تساوي density أو المادة وكثافة المادة اللي هي الكثافة النسبية، يمكن أن يعني تساوي لنا كثافة المادة اللي هي وزنها على الحجم. مثلا إذا عندنا مي ب 10% كحول، بالتالي كثافته راح تكون أقل من 1. ليش؟ لأن الكحول عفوا كثافته أقل من المي، والكثافة العامة راح تقل، وهكذا. دائما المادة اللي بيها يعني مادة خفيفة يكون كثافتها أقل، مادة ثقيلة كثافتها أعلى. During all manipulation precaution must be take place to minimize the loss of الكحول by evaporation. على مود يعني المستيك او نقلل الخطأ، الكحول لازم يتخلى بكونتينر مغلق جيد بصورة جيدة. ليش؟ حتى لا يتبخر، وبالتالي يعطينا نسبة اقل ويعطينا نتائج غلط. عندنا الفاكتور الاخر اللي نقيسه ونتاكد منه انه يسأل فيسكوستي ميجرمنت. فيسكوستي ميجرمنت عندنا فد نقطة مهمة جدا، انه عامل التبق او السخونة مالته. طبعا هي عندنا الفيسكوستي كل ما تزيد كل ما ستيبلتي مالته تزيد. ليش؟ لانه مكونات مالته الحركة مالته بالتالي راح تخليش البراونيان موفمنت، كل ما حركة الجزيئات تصير اثخن، حركة الجزيئات تصير ابطأ، بالتالي التفاعلات اللي راح تصير اقل وستيبلتي تزيد. يعني الرياكشن اللي اندر اوف ماتيريال وذ ايتش اذر راح تخل. ليش؟ لانه الموفمنت او الكولوجي الاصطدامات واحده ويا الاخرى راح تخل، وبالتالي ستابلتي راح تزيد. فيسكوستي از بروبرلي بروبرتي اوف ليكويد ذات از دايركتلي ريليتد تو ريزيستنس تو فلو. اذا هي قد ما الفيسكوستي تزيد بالتالي السكر ماده مقاومه للجريان، راح جريانها يكون بطيء. طبعا هذا الريولوجي اذا تذكروه من العام الماضي من انه كل فيسكوستي تقل الريولوجي الريزيستنس تقل، وبالتالي الريولوجي يزيد. كل ما الفيسكوستي تزيد الريولوجي الريزيستنس تزيد،
والفيسكوستي عفوا الريولوجي يقل. اذا هي علاقه عكسيه بين الفيسكوستي والريولوجي، علاقه طرديه يعني الطرديه بين الريزيستنس والفيسكوستي. Viscosity measurement is very important to quality control test in case of syrup and elixir. ليش؟ لان الاستابلتي مالته تعتمد عليه وتعتمد عليه الريولوجي الجريان مالته. Viscosity and consistency directly related to the stability of solution. اذا هي يعني عندها فد شنقول فد ارتباط مباشر ويا الاستابلتي. If viscosity increased then there is a chance increased stability. اذا كل ما تزيد الفيسكوستي تزيد الاستابلتي. ليش؟ لان انه الفيسكوستي بنزيد الطاقه مالتها راح تقل، حركتها راح تقل، تكون محايده اكثر، كولوجين التصادمات راح تقل، وبالتالي الرياكشن مال التفاعل اذا عندنا في التفاعل او اي رياكشن راح يصير، بالتالي الاستابلتي راح تزيد. عفوا الرياكشن راح يقل والاستابلتي راح تزيد. رياكشن طبعا مال انستابلتي على رياكشن اوف ديجريديشن هيدروليسيس اوكسيديشن او اي شيء اللي يصير به الماده تتحول من ستيبل الى انستابل. عندنا الايفالويشن اوف سسبنشن. طبعا هو اكو يعني باراميتر او فاكتورات، وكل مصنع وكل معمل وكل يعني شلون نقول مختبر له فاكتورات معينه. احنا ناخذ الفاكتورات الرئيسيه او تكون مؤثره بشكل اساسي اللي هو الفيجوال انسبكشن. يعني اول شيء شو راح نشوف انه هل اللي راح يفصل ما يفصل كله بشكل واضح بشكل سسبنشن. تدرون سسبنشن المواد عالقه بالسولفنت. عندنا السيدمنتيشن ميثود الترسيب اللي هو طريقه الترسيب، والريولوجيكال ميثود واللي الجريان مالته والفيسكوستي يعتمد عليها، والبي اتش ميجرمنت قياس البي اتش اللي ما راح نسولف فيه. ليش؟ لان حكينا به بال شو نقول بالسلايدات او بالمحاضره السابقه، وحكينا هسه السيرب واللي هي نفس الطريقه، ويصير فريز ثو تيست اللي راح نحكي به هنا. يعني هذا راح نحكي على سيدمنتيشن ميثود والريولوجيكال ميثود والفريز ثو تيست. لان الفيجوال انسبكت يعني هو انه الواحد شلون يشوفه، او الفاكتورات هل هو انه راح يترسب او لا، او هل هو انه فعلا يعني ريال مثل ما يقولون ريال سسبنشن لو لا. عندنا السيدمنتيشن ميثود. تو بارامتر ار ستديد منشن السيدمنتيشن. These are our sedimentation volumes. This sedimentation volume حجم الترسيب. The suspension formulation. ناخذ يعني راح اعطيكم فد مثال حتى تفهمون الموضوع. ناخذ على سبيل المثال 100 مول. 100 مول اوف يعني السسبنشن. ادت 50 مول اوف فيكل. يعني 50 مول فيكل 100 مول فورميليشن. السيدمنتيشن فوليوم واز ريدي العفريد افتر 1 2 3 اند 7 دايز. واحد يوم الاول ينقرا، شوف ايش قد صار بالسيدمنتيشن، ايش قد ظل ان سسبنشن. في يوم الثاني يوم الثالث يوم السابع، وبعدين اسبوعين ناخذ 12 اسبوع. اذا قراءاتنا الاول اسبوع 3 ايام، بعدين ورا اسبوع ورا ونوب اسبوعين لمده 12 اسبوع 3 اشهر. التريبليكيت ريزلت وير اوبتين فور ايتش فورميليشن. طبعا احنا القراءه نعيدها 3 مرات. ليش؟ حتى يعني عاده بكل قراءه ساي تاخذوها، يعني كل قراءه علميه حتى نتائجها تكون منطقيه، بالتالي تاخذ 3 مرات. حتى يعني 2 صح وحده غلط تاخذ 2 صح، لا 3 صح معناها 3 صح، بالتالي يعني حظوظه يكون اكثر الصحه اكثر من الخطا. Sedimentation volume was calculated according to equation. Equation شنو هي؟ F equal to VU على V is zero. Where F اللي يسعوا sedimentation volume. Volume of sedimentation اللي قد راح يعني حجم الراسب. VU يسعوا له ultimate height of sedimentation اللي هو الارتفاع او quality of sedimentation. قد صار يعني ارتفاع sedimentation ورا ما خليناه ورا المدة. الفي زيرو على انيشال هايت اوف توتال سسبنشن اللي الانيشال سسبنشن اللي ضفناه البدائي. بالمثال مالتنا اذا تلاحظون هنا خلي اشير لكم اللي الاف عفوا هذا اذا صار عندنا ترسيب مثلا اف يساوي 0.5 نص. شوف الحجم الابتدائي قد هو 100، المفروض يظل 100 ورا ما ضفنا له الفيكل، بس هو نزل لل 50، بالتالي معناها شنو؟ معناها السيدمنتيشن ما اتصار 50. هنا ظل محافظ عليه اف يساوي 1، السيدمنتيشن صار ما بيه مشكله، بس
يعني محافظ عليه. هنا اف يساوي 1.5، معناها الفوليوم اخذ الفوليوم الجديد اللي ضفناه اللي هو 1.5، بالتالي يعني كل ما تزيد الاف ماتك معناها السسبنشن ماتي افضل وهكذا. عندنا الاف فاليو، الاف فاليو طبعا مثل ما قلنا سلايد قبلها قيمتها جدا مهمه، اللي هي تحدد لي ان هذا السيستم راح يسوي فليكوليتد، راح يعني شلون نقول البارتيكلات مالته تنتشر على بشكل مضبوط او تصير بيها سسبندد بشكل مضبوط، او راح يصير بيها كريمنج من المشاكل اللي هي او سيدمنتيشن ما ندوخكم بيها، بس هي هاي انه يعصب بشكل صحيح او شكل غير صحيح. اذا اذا عندنا الاف اصغر من الواحد، الاف اصغر من الواحد ايش وقت يصير؟ عندنا ال V ultimate اقل من ال V zero، بالتالي راح يصير ال V initial يصير ال V initial الابتدائي اكبر من ال V ultimate اللي V النهائي ورا وقت، بالتالي F راح يصير عندنا اقل من واحد. ال F تساوي واحد، عندنا ال V ultimate تساوي V zero. طبعا هنا الحالتين V تساوي واحد وال V اكبر من واحد، اذا طبعا احنا نأمل هنا ونكون كنت افضل السيستم ستيبل اذا عندنا ال F اكثر من واحد. شلون اكثر F اكثر من واحد؟ The system is in flocculated equilibrium، معناها يعني معناها ورا مدة ظل على شكل suspension عفوا، ما صار بلا ترسب ولا صار بي على السطح. And show no clear supernatant on standard، يعني ما فد محلول يعني رائق فوق او جو، يعني مو كان بي يصح ولا ما بي يعني suspension، يعني معناها المحلول عالق على يعني suspended على كل السائل الموضوع. فايش وقت تصير عندنا اذا ال V ultimate اللي النهائي اكثر من الفي زيرو زي الابتدائي؟ هاي طبعا عندنا راح يصير لنا ستيبل سسبنشن، معناها السسبنشن حتى لو ندير نخفف غير مكان راح يظل بشكل صحيح حافظ لنا عليه. طبعا هو هذا اللي نأمله بالسسبنشن. ديجري اوف فلكيوليشن، عندنا يعني الفاكتور الثاني اللي نقيسه بالمثل سيدمنتيشن ميثود يسعى ديجري اوف فلكيوليشن، قد راح يصير بفلكيوليشن وقد راح يصير بديفلكيوليشن. يعني ديفلكيوليشن اما يصير بقينا كريمينج فوق او بريسيبيتيت جو، يعني اللي الدرجه اللي ظل بها سسبنشن او حافظ على روحه. اللي هي ديجري اوف فلكيوليشن واز كالكوليتد اكورتنج تو اكويجن، الاكويجن مالته شنو؟ البيتا اللي هي البيتا اكول تو اف اللي هو الفلكيوليتد سيدمنتيشن فوليوم اللي هو الفوليوم الحجم السائل اللي ظهر على شكل سسبنشن، يعني ما صار بي بريسيبتيشن او ما صار بي فلكيوليشن لفوق، يعني مو لا صار بي محلول رائق ولا صار بي يترسب جو، ظل على شكل سسبنشن. على يمين على ديفلكتد سيدمنتيشن فوليوم، على الحجم اللي صار بي ديفلكتد اما صار بي فوق او صار بي جو، يعني معناها صار بي البروبلم. كل ما طبعا تزيد قيمة الباي اللي معناها الفلكتد اكثر من ديفلكتد، معناها السيستم شبيه هذا ماتنا اللي هو سسبنشن ماتنا از مور ستيبل، وبالتالي ستيبلتي ماتنا الفاكتورات تتحدد هي هاي. طبعا ما ادخلكم بزايد لان هذا بصراحة موضوع جدا معقد، اذا دخلنا بيه ما نطلع منه، بس تفهمون شو نقول رؤوس الاقلام عليه. عندنا الفاكتور الاخر نقيسه اسمه الريولوجيكال ميثود. الريولوجيكال ميثود يعني شو الجريان اللي يعتمد قلنا على الفيسكوستي. فيسكوستي او سسبنشن از جريت امبورتنس فور ستابيليتي اند بورابيلتي اوف سسبنشن، يعني هم حتى ينصب بشكل دقيق حتى هم كود ستيبل. يعني شنو معناها؟ اذا الفيسكوستي كلش قليله مع السسبنشن ايش راح يصير؟ بحركه الجزيئات تكون عاليه مثل ما قلنا البراونيه الموفمنت حركه الجزيئات على حسب السحلة قاعدة البراونين أو السحلة الديفيوجن مالتها حسب سيستم ديفيوجن راح تنتشر بشكل أسرع، وبالتالي راح تصادمات أكثر، وبالتالي راح تترسب بشكل أسرع. السحلة الريت أو سيدمنتيشن راح تصير سريعة. إذا صارت كلش قل يعني قليلة الفيسكوستي عفوا كلش عالية، وبالتالي راح يصير عندنا مشكلة إنه ما ينصب، وبالتالي الريولوجي مالتها تكون قليلة. إذا الفيسكوستي لازم تصير يعني انترميديت، لا هي عالية كلش ولا هي قليلة كلش. ليش؟ لا عالية كلش راح بعد ما ينصب بورد بروبابيلتي يصير عندي مشكله، واذا قليله كلش راح يصير عندي مشكله الستابيلتي. سسبنشن هاز ليست فيزيكال ستابيلتي امونغ اول دوزز فورم ديو تو سيدمنتيشن اند كيكينج فورميشن، اذا هو اقل واحد بمشكله، يعني مشكلته الاساسيه اللي هي ستابيلتي انه الثباتيه، او يظل محافظ على انه ستابيلتي على فيزيكال ستابيلتي، يعني ما راح يتغير كيميائيا بس الفيزيائيا انه بدل ما يكون سسبنشن راح يكون سيدمنتيشن جوا او كيكينج بالطبقه الفوق، يعني اما على السطح على كيكينج او سيدمنتيشن بالطبقه الجوا.
As the viscosity of dispersion medium increase, يعني اللي هو ال vehicle يعني dispersion medium ال vehicle, the terminal settling velocity decrease, thus the dispersion phase settle at a slower rate and then remain dispersed for longer time, yielding higher stability to the suspension. إذا كل ما تكون الـ viscosity مال dispersion vehicle يعني المادة اللي يخلي بيها الـ dispersed material اللي هو احنا قلنا solute بالسولفنت بالمحات solution هنا صار dispersed medium. الديسبيرز اللي هي المادة اللي تكون يعني عالقة كل ما الديسبيرز ميديوم مالتها يكون ثخين أكثر كل ما الفيسكوستي مالتها عالية كل ما على ريت أو سيدمنتيشن مثل ما قلنا تكون بأبطأ. ليش؟ لأن حركة البارتيكلات راح تكون أبطأ وبالتالي حركة الجزيئات داخلها تكون أبطأ وبالتالي ترسيبها يكون أبطأ وبالتالي راح يكون سسبنشن فترة أطول. On the other hand, as the viscosity of suspension increases, as the viscosity زادت, شو راح يصير عندنا؟ porosity decrease and inconvenience to patient for doses increase. كل ما زيد ال viscosity عندنا مشكلة قلنا إنه يصير ثخين وبالتالي ما راح ينصاب بشكل سريع. إذا إحنا مثل ما قلنا intermediate كلش مهمة. Thus the viscosity of suspension should be maintained within optimum range. إذا نحافظ عليها في خلال معدل واحد لا هو كلش عالي ولا هو كلش قليل حتى شنو نحصل على stable and easy porable suspension. إذا هو حتى ينصاب بسهولة ما بي مشاكل بالصب وبنفس الوقت يعني الريولوجي مالته مضبوط او الريولوجي مالته طبيعي ونفس الوقت هو ستيبل. طبعا الفيسكوستي از ميجرد يوزنج فيسكوميتر. الفيسكوميتر هو في جهاز قياس الفيسكوستي. طبعا ما ندخلكم به هو شنو هو السائل بيه وشوف سرعه ايش قد جريان خلال فتره معينه وبالتالي يعطيك الفيسكوستي مالته. المهم داتا obtained of sample variously aged and stored indicate whether and desired change are take place. اذا احنا نعرف فاكتور جدا مهم انه بالسسبنشن انه عيفه على صفحه لفتره معينه ومش قد يصير بي ستيبل ايش قد بي صار سيتل داون ايش قد يحافظ على انه سسبنشن هو هذا اللي يصح له الستابلتي مالته او قد هو ستيبل خلال هاي الفتره. كل ما يطعن طول الفتره اللي يكون بيها ستيبل ما بيصير بي سيدمنتيشن فلكتيت مالته عاليه هاي معناها انه يعني جود سسبنشن. كل ما تكون الفتره اقل معناها السسبنشن مالتي نوت جود او نوت فيزيكال ستيبل. The measurement is made for sample for different ages. إذا نأخذ القياسات أوقات مختلفة وبالتالي مثل ما قلنا حتى نشوف يعني شو يصير ويا الوقت. The result indicate how the particle are settling with time. مثل ما قلنا إنه ورا مدة راح نعرف إيش قد راح يصير بترسب ويا الوقت. مثلا إذا ترسب خلال مثلا فرضا إحنا راح نأخذ 12 أسبوع. إيش قد منا نسبة تترسب وإيش قد منا نسبة تظل بشكل suspension وبالتالي راح physical stability مالته إيش قد هي يعني ايش قد هي عاليه او ايش قد هي ناصيه وهكذا. عندنا الفريش ثو تيست او يعني التجميد والانحلال فحص التجميد والانحلال نجمد السسبنشن نحله ونشوف انه ايش راح يصير او شو المشكله. طبعا بهذا ايش نستفاد منه انه نشوف حتى الماده اللي يصير لها كريستلايزد تصير لها كريستالات يعني تتجمع كلها وتسوي لي فد كريستالات معينه او يصير بها فد كلر معين او اي تفاعل راح يصير عندي خلال الحراره البروده والحراره صار فريز ثو سايكل فريز ثو تيست صح ولا او سايكل. فريز ثو تيست كوندكتد باي بليسينج ذا سامبل ان فريزر فور 18 اور يعني نخليه بالفريزر جمده 18 ساعه followed by thaw at room temperature for 4-6 hours بعدين نحلها الأربع إلى 6 ساعات 18 ساعة بالمجمدة 6 ساعات برا تنحل. repeated the freeze thaw cycle for 10 times 10 مرات نخليه نجمده ونحله ونجمده ونحله وهكذا. إذا ورا هاي يعني نخلي 6 ساعات برا و 18 ساعة يوميا لمدة 10 أيام راح نفحص هذا التست مالتنا. هذا التست this test is conducted to determine يعني هذا شو نسوي determine the tendency of crystallized or color. نعيدها كم مرة ورا 10 أيام المحلول حافظ على روحه ما صار بي كريستالين ما صار بي كلر ما صار بي سيدمنتيشن. إذا معناها هو ستيبل أو عابر هذا الفحص. إذا ما بي كريستالين أو كلر وضحت.
فاذا هاي الفحوصات كلها نسويها حتى نضمن انه هذا السسبنشن اللي حصلناه يكون بشكل يعني علمي ودقيق.